وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي للدوله من السلع الغذائيه الرئيسيه ومتابعه اسعارها السوقيه وذلك لتلبيه احتياجات المواطنين بالكميات والاسعار المناسبه جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعه وفي اجتماع اخر بحضور رئيس الوزراء ووزيري قطاع الاعمال العام والزراعه، وجه الرئيس السيسي باعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربه زراعه القطن القصير قصير التيله في مصر من كافه الجوانب، وذلك لدراسه مدى جداره مسار التوسع في زراعته مستقبلا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها في الأسواق على مستوى الجمهورية وقد تم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك مع التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط ستة شهور وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وكذلك حرص الدوله على تعظيم مستلزمات الانتاج الزراعي وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز منظومه انتاج الاسمده واتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطط الدوله في الانتاج الزراعي وللتوسعات الافقيه والراسيه في الاراضي المستصلحه لتغطيه الاحتياجات الغذائيه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيله في مصر في الأراضي المستصلحة. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيله في مصر. من كافة الجوانب وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلا وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد فضلا عن نتائج تحليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلائم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلبا واستخداما بسوق العمل مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.